ايه رأيك في شكل اكلنا النهائي يا حبايبي؟ ده منظر اكلنا النهائي، يلا بينا نبدأ الحلقة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهاردة انا محتارة اعمل ايه على الغدا، قلت هطلع ايه، صدر فرخ، صدر الفراخ وشبت وكزبرة والبصومات اللي هنعمل بها الكفر الخارجي وبطين، وهنا بصلتين كبار وخمس ست فصوص توم وقرن فلفل واحد، بهارات السبعة وتوم باودر، بصل باودر حبهان، وهنا الملح مشكل الحب السودا والحاجات ديت والسبع بهارات. يا حبايبي انا بحط انواع التوابل على بعض على الملح، وناخد معلقة من خلطة الكفتة، واللي عايز بيحط شطة، ده حسب الرغبة، بس انا ما عنديش حد بيحب الشطة فيه، تحط معلقة شطة كده. هننزل مع بعض البصل والثوم والفلفل عليها الخضار، عليها الفراخ، هننزل بالبهارات، جميع البهارات اللي انا قايلة عليها، معلقة هناخدها من خلطة الكفتة، خلطة الكفتة يا حبايب قلبي هناخد منها معلقة كده مليانة عليها. هناخد البط ده هنعمله وهنرقه مع بعض، وعليها رشة فلفل اسود، بس انا هاخد هنا نص، مفيش معلقة دي بتعمل لها شنجر لصبع الكفتة بدل ما تحط الباكنج باودر، وهنعملها في الكبة ونرجع لكم. حبايب قلبي انا ضربتها في الكبة وصبعت منها وحطت لها، عشان البيضة مرقتها حطت لها 3 معالق من البصمات. البصمات بتاعتي يا حبايبي متبهرة وحلوة قوي، مش محتاجة ملوحة، والبيض حطت له فلفل اسود وبنربه كده، ودي الكفتة بنصبعها بالمنظر ده، هنصبعها كلها ونعملها مع بعض كده يا حبايبي. معلش انا اوريكم البيض والبصمات، وصبعتها بس ما صبعتهاش معاكم، عملتها بالبيض والبصمات. وهننزل الزيت سخن على النار، ما بحبش اطول عليك الفيديوهات عشان تبقى الفيديوهات خفيفه على قلوبكم، يا رب يكون فيديوهاتي خفيفه على قلوبكم يا رب، ومنورني ومشرفني في الفيديوهات بتاعتي. قلبي الكفته بتاعتنا في الزيت بتتحمر، وهنطلعها مع بعض، بس كفته الفراخ دي بتبقى جميله قوي يا حبيب قلبي، جميله. وهنا بقت الكفته، وهنطلعها على ورق من بتاع اللي بجيبه ده، احسن من المناديل، بيشربه ونضيف كده. شكل الكفتة، طلعت الدور الاولاني يا حبايب قلبي، ودي بقية الكفتة بنحمرها كده وهنطلعها مع بعض كده يا حبايب. الدور التاني، ده منظر الكفتة بتاعتنا بعد ما حمرناها، ودي الدور التاني يا حبايب قلبي، هنطلعها مع بعض، بنشفها من الزيت الزيادة. وكده يا حبايبي منظر السفرة بتاعنا النهائي، والتحينة اللي انا عاملاها هنصبها مع بعض بالمنظر ده، الطحينة جميلة جنب الكفتة. ايه رأيكم في نظام الاكل بتاعنا؟ كده يا حبايبي ايه رأيكم في شكل اكلنا النهائي؟ الطحينة، ودي ليمون عاملاه 3 ايام بالظبط بتاكلي منه، ليمون جميل قوي. وهنا الطماطم، وايه رأيكم في كفتة الفراخ؟ صدر واحد بتعمله صفحة كاملة لعيلتك. وكده نقدر نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له اشتراك في القناة وتعليق حلو منكم. سلام، واسيبكم في رعاية الله وحفظه.